مشاهدينا سعدتم مساء، اهلا ومرحبا بكم، ارحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الاسبوعي بوضوح. طبعا حلقتنا هذه الليله هي حديث كما يقول الساعه منذ يومين حقيقه، منذ الامس الاول عندما يعني كان هناك عده هجمات في واقع الامر، ما يعرف بالهجمات والاختراقات الالكترونيه على عدد من الجهات العامه والخاصه. طبعا مما تسببت بكل شيء بكل تأكيد في بعض الأضرار لتلك الهجمات، ولله الحمد طبعا تلك الأضرار لم تكن بالجسيمة سواء المادية أو الإجرائية، في ما يعرف بشمعون اثنين وما يعرف بالفدية أو الرانسم. حديثنا هذا اليوم عن هذه الهجمات، أسباب هذه الهجمات، الأضرار التي ممكن أن تحدثها هذه الهجمات، ولكن الأهم من ذلك وذاك برأيي هو كيف نتفادى تلك الهجمات في المستقبل وما هي الدروس المستفادة. إذن باسمكم وباسم القناة السعودية أرحب بضيفي في الاستوديو سعادة المهندس أحمد بن عبد الله الفريح، مدير عام المركز الوطني، عفوا المركز الإرشادي الوطني لأمن المعلومات. مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا، فرصة سعيدة ان تكون معنا. الله يرضى عليك. قبل ان نبدا نقاشنا في هذا الموضوع مع سعادة المهندس احمد الفريح فريق البرنامج على التقرير مختصر في واقع الامر عن هذه الهجمات، نشاهد التقرير ثم نعاود نقاشنا في هذا الموضوع. لا ابقوا معنا. تعرضت أمس الأول عدد من الجهات لهجمات مختلفة من نوع فيروس شمعون 2 وفيروس الفدية رانسوم وير. وقد أوصل المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات برفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة. ومن بعض الحلول المقترحة التي قد تساعد في تفادي الإصابة وتقليل الأضرار ما يلي: أولاً، التحقق من وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات والملفات المهمة على ألا يتم الاحتفاظ بها بنفس الجهاز. ثانياً، زيادة الوعي لدى الموظفين بعدم تصفح مواقع مشبوهة أو ليست ذات صلة بالعمل. ثالثاً، تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري وفعال. رابعاً، استخدام برامج مكافحة الفيروسات والتأكد من تحديثها دوريا. خامسا، السيطرة على انتشار البرامج الخبيثة في الشبكة باتباع الآتي: عزل الأجهزة المشتبه بإصابتها عن الشبكة، الحد من عدد الموظفين والمختصين الذين يتمتعون بحسابات لديها صلاحيات إدارة الأنظمة، مراجعة سجلات الدخول والمحاولات الغير ناجحة في الخوادم والأجهزة التي تتمتع بصلاحية إدارة الأنظمة. سادساً، التأكيد على المختصين بعدم استخدام حسابات إدارات الأنظمة لقراءة البريد الإلكتروني والاطلاع على المرفقات وتصفح الإنترنت. سابعاً، مراجعة سياسات وإجراءات أمن المعلومات باستمرار وتقييم هذا النوع من الهجمات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها ومكافحتها. ثامنا، عند الإصابة بفيروس الفدية رانسوموير فإننا ننصح بإجراء مسح باستخدام برامج مكافحة الفيروسات والأدوات التي توفرها الشركات المصنعة للبحث عن برامج لفك تشفير الملفات أو طلب الدعم الفني من شركة مكافحة الفيروسات التي تقدم الحلول المستخدمة في الجهة، ولا ينصح أبدا بدفع الفدية. بوضوح، سنتعرف مساء الليلة على مفهوم الاختراقات الإلكترونية وأضرارها الاقتصادية والمادية وسبل الوقاية والعلاج. أخرى
وكما قلت حديثي هذه الليلة عن الهجمات الإلكترونية التي يعني طالت بعض الجهات العامة والخاصة وتسببت في بعض الأضرار، لكن إن شاء الله ليست بالأضرار الجسيمة أو المزعجة. طبعا كما قلت يعني هي تمثلت في نوعين من الفيروسين، فيروس ما يعرف بشمعون اثنين وما يعرف بفيروس الفدية. أرحب بسعادة المهندس عبد الرحمن الفريح مدير مركز الإرشاد الوطني لأمن المعلومات، أرحب بك مرة أخرى سيدي. بداية يعني باختصار شديد، ما هو هذا المركز؟ المركز هو عبارة عن مركز تم إنشاءه في عام 2006، بدأنا بإنشاءه وهو مركز كان ضمن الخطة الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، والمطلوب منه أن يدعم بفريق للاستجابة للطوارئ الحاسب الآلي ويكون مركز إرشادي لجميع الجهات في الدولة. طيب لنتحدث الآن يعني عن هذا الفيروس شمعون 2 وعن فيروس الفدية. أولا لنعرف المواطنين الكرام والمشاهدين والمقيمين ما هو الفيروس، يعني كيف نحن نعرف الفيروس؟ هو الفيروس على العموم هو عبارة عن برمجية خبيثة، نعم، يتم كتابتها واستخدامها في إلحاق الأضرار بمنظومات معلوماتية، نعم، أو بأجهزة معلوماتية أو بأجهزة إلكترونية على، نعم، العموم، نعم، وتستخدم يعني بطريقة غير شرعية. نعم. وماذا عن شمعون 2؟ يعني يبدو لي شمعون 2 هذا ليس بالجديد، كان عندنا شمعون 1 2012 على ما أذكر. نعم، كان أعد البرمجية الخبيثة هذه مسمات شمعون 1 واستخدمت في عام 2012، وبعد ما تعرفت عليها مكافحة الفيروسات وضيفت اللي يسمى السيجنشرز أو التواقيع للبرمجية هذه وبدأ يتم الكشف عنها، قام أصحاب البرمجية هذه بنشر السورس كود أو المصدر للبرمجية هذه على الإنترنت، أخذتها مجموعة وطورتها وأضافت عليها إضافات سمتها شمعون 2 وتستخدمها الآن في الهجومات بما أنها جديدة لا تتعرف عليها مكافحة الفيروسات. وماذا يعني شمعون 2 هذا نسخة متطورة من شمعون؟ نعم. شمعون أحسنت. نعم. طيب ماذا عن الفدية وما يعرف بالرانسوم؟ الفدية الرانسوم وير هو برمجية خبيثة أيضا تم تطويرها بحيث أنها تشفر جميع المعلومات الموجودة لديك، والمستخدم أو المعتدي تشفرها بطريقتها طبعا. نعم، بطريقة غير يعني لا يمكن معرفة عدم تشفيرها، والمتعدي أو المجرم يقوم بمساومتك وطلب فدية لكي تستعيد معلوماتك. يعني الفدية هذه هي تشفر الفدية مقابل مقابل فدية، مقابل دفع فدية لفك التشفير للشفرة. نعم. وشمعون 2 لا، شمعون 2 تخريب، هذا تخريب يقوم بمسح محتويات. نعم، ولكن لا يستنسخها. لا استنسخها، فقط تدمير. بس تدمير. نعم. طيب ايش الفائدة؟ هو يعني اقول له ابغى استخدمها اقول والله ها، لكن يدمرها، طيب ايش الفائدة؟ هو نفس في رأيي الشخصي وحسب تتبعنا اعتقد انه نفس اللي حدث من شمعون 1، هي جهات مجموعات في او يسمون جروبس على الانترنت متحمسين لافكار معينة يقوم مهاجمة مناطق معينة في العالم، يعني مثل الجرين بيس وغيرهم. الغرض أنهم طبعا متحمسين للبيئة مثلا أو لكوز معين، وهم غير بعيدين عن المتشددين في الدين وغيرهم. طيب وش الفرق بين الفيروس شمعون 2 والفدية وبين ما يعرف بالهاكرز؟ ايش الفرق فيهم؟ الهاكرز هم اشخاص يستخدمون ادوات للتعرف على نقاط الضعف في المنظومات الالكترونيه او في الاجهزه او في الشبكات، وبعد ما يتعرفون على نقاط الضعف يستطيعون الولوج من خلال نقاط الضعف هذه او الثغرات نسميها او vulnerabilities بالانجليزي الى الاجهزه او المنظومات، واحيانا يقومون بالتخريب واحيانا يقومون بوضع
أو زرع فيروس داخل الأنظمة، ويعني أحيانا يسرقون معلومات وإلى ذلك. طيب يعني الأضرار، خلينا نقول أنت زي ما حضرتك تفضلت إنه هذول طلعت عندهم توجهات معينة، عندهم اعتقادات معينة، يختلفوا ويتفقوا مع آخرين، وبالتالي هم يعني ينفذوا إلى أجهزتهم. لكن ما هي الأضرار التي ممكن أو التي حدث عندنا في الواقع من هذه الاختراقات؟ هو إذا نتكلم عن الأضرار اللي أصبنا بها، نعم، بسبب الهجمة، نعم، المنظمة من خلال العالم في شمعون اثنين هذا، نعم، من خلال الجروب، يعني كانت أضرار على فكرة. كيف حددتون شمعون اثنين؟ يمكن شمعون ثلاثة أو لا صحيح أو سماء، يعني كيف عرفنا أن هذا شمعون اثنين؟ جيد السؤال هذا، وهذه فدية مثلا. هو جيد السؤال، هو معروف شمعون واحد، ومعروف النسخة المطورة عنه بالآثار اللي تتركها. تترك أثر صورة طفل سوري في زي بصمة الحرامي. نعم، زي بصمة الحرامي. نعم، تترك طفل صورة كيف؟ صورة طفل يقال أنه السوري على البحر أو متوفي. نعم، هذا بتجدها بعد ما تحاول تسترجع المعلومات او تسترجع، تجد فيه تشابه وكذا، امتداد. نعم. طيب الفدية هذا جديد ولا هذا فدية؟ لا، الفدية قديم ويستخدم في اجهزة الجوال احيانا، او يستخدم في يعني الأجهزة العادية المنزلية، ويستخدم على المنظومات، واستخدم على أحد يعني مجموعة كبيرة من المؤسسات في أمريكا، وحسب اطلاعي المجموعة يعني مجموعة منها دفعت، اضطرت إلى دفع الفلوس ومبالغ مي سهلة. في ناس دفعت؟ نعم، مؤسسات في أمريكا دفعت. لأن أنا أذكر أنت واحد توصياتكم كانت جميلة أنك لا تدفع أبداً هذا الرانسم ولا هذه الفدية وكذا. نعم نعم. وحسب ما فهمت الغريب في الموضوع أنها تدفع بالبيتكوين. صحيح، أحسنت. نعم، ما تدفع بالعملة العادية. ما تدفع بالعملة العادية على لأن البيتكوين لا يمكن يتم تراكينج لها، لأنها عملة افتراضية. لأنها عملة افتراضية، أحسنت. والمبالغ كانت كبيرة؟ أعتقد أحدها كان حوالي 35,000 دولار يعني. نعم، وأفكر لك الشفر. كان مستشفى، نعم، في أمريكا. الله يا غريبة. نعم. حقيقة يعني طيب إيش الأضرار؟ إذا ما عندك مانع وما هو سر إنك يعني نكشف عن بعض الجهات اللي تعرضت، إذا ما هو سر. هو الحقيقة أعتقد أنتوا أعلنتوا عنها. إحنا أعلننا عن عدد جهات. عن عدد الجهات. طبعًا والمركز الوطني للأمن الإلكتروني اللي هو في وزارة الداخلية أيضًا اليوم أعلن عن عدد من الجهات. نعم. إحنا نعمل سوية. نعم، يعني. سوية. احنا يوميا لدينا طبعا جهات مسجله سواء كانت حكوميه او قطاع من القطاع الخاص في قاعده البيانات عندنا، ويوميا نعمل لها يعني جرد ومسح لمواقعها وخدماتها الالكترونيه لكي نعرف اذا كان احدها يعني لا يعمل، فنبلغ الشخص المسؤول المسجل عندنا في هذا. ففي اليومين اللي راحت كان العدد اللي يعني اللي نسميها اوت اوف لاين تقريبا 22. هل يسموها الدوس هذه؟ لا 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 تختلف. تختلف هذه اللي يعني مي موجوده على الانترنت الان حاليا. إيه؟ طيب الجهات ما عندها مراقبه؟ معقول هم عندهم مراقبة؟ لا لا، بس احنا نسوي المسح احتياطا لانه الجهات لا تغطي 24/7. اوكي. فيغفل عليهم، وبعض الجهات مستضيفة خارج مبانيهم في 24/7 على قولة 365. بالتأكيد بالتأكيد، ولكن لازال يعني أمن المعلومات يتطور عندنا بالمملكة العربية السعودية، لازلنا في 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 في, في, في يعني في طور التقدم، وإن شاء الله تعالى بمشيئة الله أتوقع يوما ما سنصل إلى. طيب هل تعتقد هذا الفيروس شمعون اثنين ولا الفدية جاء في اللحظات اللي مثلا كان يعلم إنه ما فيش متابعة أو شيء من الجهة؟ ولا شك بسبب فارق الوقت وكذا لم يصل إلى المنظومات عندنا بالسعودية إلا لوجود نقاط ضعف أو هذا اللي نسميها vulnerabilities. أوكي. المركز عندنا كان يوفر خدمات، وإلى الآن يوفر خدمات مسح للثغرات الموجودة. أوكي. لدى الجهة، وسلم تقرير يعني بالثغرات لهم، وهم المفروض يعملون على سدها. لكن
شمعون هذا الجديد كان very sophisticated أو متطور جدا إلى درجة أنه اكتشفنا أنه بدأ زراعته من قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع من الهجوم. نعم أوكي. بدأت عمليات الزرع، بدأت زراعته في الجهة اللي هي مصدرة لهذا الشيء. نعم في, أه. في الجهات ذا، وكان كامن طبعا هل يسموه خلايا النايمة؟ أحسنت ومحدد لوقت معين. طيب وين أنا ولا مؤاخذة يعني من 3-4 أسابيع ونحن شايفين هالزرع وهالخلية النايمة؟ هو الحقيقة المركز الوطني للأمن الإلكتروني بلغ اللي هو وزارة الداخلية قبل في نفس الفترة. أوكي. يا جهات ترى انتبهوا وكذا. نعم وإحنا بلغنا الجهات. وكان يوم يعني يوم الهجوم برضو أول ما اكتشفنا حالة عرفنا أنه وقت يعني الانتشار. قمنا بالتبليغ وهم أيضا قاموا بالتبليغ. أوكي. طيب إيش الأضرار يعني بالنسبة حصلت؟ بالنسبة لنا كانت جهات حكومية كانت من البعض قلل خارج منها قال خارج شيء يعني مارجنال. نعم خارج الخدمة، لكن سؤلتنا السؤال هذا قبل كذا لا يمكن صحيح. تقييمها ماديا. التقييم المادي يعتمد على الجهة واعتماد مدى اعتمادها في الدخل حقها على الخدمات الإلكترونية. فبعض الجهات لو لا قدر الله بنك أصيب لا قدر الله كان البنك تكلفته أكثر من إذا كان جهة يعني إرشادية نقول أو هذا، فلا يمكن تقديرها ماديا، لكن حنا نقيم الآن حاليا بعدد الجهات وحنا بالنسبة كم جهة تحصلت الآن سواء عام أو خاص؟ حنا في حد في البيك في أعلى في قمة هذا كانت 22 جهة بين عام وخاص والاثنين وعشرين جهة هذه بعد ما بلغناهم حصلنا منهم مجموعة هم اختاروا تطوعيا انهم يطلعون من النت بعد التحذير حقنا خوفا من الإصابة. فمو بالعدد كبير. المركز الوطني يشوف اليوم اعلنوا برضو انهم 11 جهة فالعدد مو بكبير كأنها انخفضت او لا هم عندهم جهات فالعدد مو بالكبر هذا، لكن أعجبني أنا الوعي العام صراحة. الوعي عندنا بالمملكة تغير تام. إحنا بدأنا في 2006 في أمن المعلومات وفي المملكة العربية السعودية الآن، وما كان أحد يتفاعل يعني مع أي أمر يحدث بالنسبة لأمن المعلومات أو نشوف التهديد، لكن للأسف يعني أخذنا تقريبا هالحين 12 سنة تقريبا أو 11 سنة، لكن تغير يعني بس يبدو لي أمانة ما بوضوح ما تعلمنا من شمعون واحد. لا تعلمنا؟ لا هو حنا كدولة تعلمنا، والدليل أنه كان لو ضربنا ما تعلمنا. أنا لو ما تعلمنا أيوة ركعت جميع أجهزة الدولة. أوكي لأنه يروح خبيث طريقته متقدمة جدا يزرع البرمجية كامنة ومؤقتة للعمل في وقت واحد، جميعها كانت ستعمل في نفس الوقت وتطيح الدولة. لكن قصة أنه العدد هذا أنا أعتقد أنه نجاح الحقيقة. أعتقد أن الجهات في السعودية ضربت نجاح يعني مو سهل في تعاملها مع رغم الـ 22 جهة. نعم تمام. سيد أين الخلل؟ يعني أين الخلل؟ يعني أين مكامن الخلل؟ 11 أنا عندي والله جهة واحدة تهم. ليش؟ أنا أقول لك ليش. صحيح عن البعد المادي البعد الأدبي والمعلومي. نعم. أنه جهاز حكومي أو قطاع خاص في مستوى معين أن يخطر. أحسنت لا شك أن طبعا الخسارة السمعوية تقدر بأكثر من الخسارة المادية في معظم الأحيان. ولكن أنا أقول كذا لا أستهين به، لكن أنا أقول مقارنة باللي كان مخطط له أعتقد أنه الحدث صغير نسبيا بالنسبة. وأعتقد أنه بسبب الانتجريشن أو التكامل اللي صاير بين الجهات الحكومية وبين الجهات المسؤولة عن أمن المعلومات في المملكة. في السابق لم نكن نجد سعوديين
في الجهات نتعامل معهم في أمن المعلومات. وكانت يعني مليئة بالأجانب، مواطنين قليلين. الآن نتعامل مع مواطنين في أكثر من يعني من 90% من جميع الجهات الحكومية. هذا بكل تأكيد دليل على أنه ارتفع مستوى أمن المعلومات من المملكة العربية السعودية، وبالمزيد من التكامل إن شاء الله، لأنه أمن المعلومات لا يقتصر على جهة واحدة ولا شخص واحد مسؤول عنه ولا حتى رأس الدولة مسؤول عنه، الجميع مشارك فيه، المسؤولية مشتركة. صح؟ نعم. الغريب اللي لفت انتباهي حقيقة، بدون ما نسمي أسماء، إذا ما حبيت تسمي أسماء، يعني شركات عملاقة، صحيح، شركات متطورة، صحيح، وشراكات عالمية، صحيح. يعني أنا أستغرب، هو هذه لما تدرك فلسفة أنه أمن المعلومات لا يمكن تحقيقه 100%، يعني لا يمكن تحقيق، وكأنه في مخاطر بتقول. نعم. الهاكرز يجي يحاول مع جهة فلما يجدها صعبة صلبة منظومتها يصرف النظر عنها ويذهب لجهة أخرى، خصوصا إذا كان يعني هدفه عام مثل الأهداف هذه، مو بسبير يعني مستهدف الجهة هذه بحد ذاتها. فزيادة صلابة المنظومات إلى مستوى معين يدل على أنه المنظومة اللي عندنا الوطنية وصلت إلى مستوى غير مغري للهاكر. نعم. ممكن يذهبون لدول أخرى. ممتاز. طيب، حقيقة أنتوا يعني صدرت عنكم توصيات مرة جميلة، قرأتها، لخصناها طبعا، هي أظن 9 توصيات وفيها بعضها حب يعني صبز، فيها حتى بعضها نقاط أو نقاط فرعية صح التعبير. أنا شايفها ما هي معقدة، شايفها جميلة جدا، سهل الممتنع، أنك أنت يا أخي لا تخزن في نفس هذا، خزن أف سايت أو بعيد عن الموضوع. بعدها بيقول لك أنه المواقع والتطبيقات والمشبوهة وكذا، حكينا عن هذا. هو الحقيقة وأنا استغرب إذا كانت الجهات اللي هي ما عندها علم بهالموضوع، مشكلة. هي عادة هذه اللي هي best practice اللي تعتبر المينيمم requirement اللي المفروض الجهة تتأكد أنها موجودة عندها. صحيح. الجهة مي موجودة عندها معناتها مشكلة كبيرة، مي سهلة. وما فوق ذلك طبعا يزيد صلابة المؤسسة، لكن مبدئيا هذه أكثر. طيب، وجدتوا بعض الجهات، بصرف ما نبغى الاسماء، وجدتوا انها ملتزمه؟ وجدنا جهات ما عندها باك اب. والله مشكله. نعم وجدنا، ولكن طبعا بعد وعندها اي تي، معقول عندها اي تي؟ عندها اي تي وعندهم باك اب. ولو نعم وجدنا جهات عندهم باك اب وما يسوون باك اب، لان ما في احد يتابع. يعني أمن المعلومات يحتاج أوديتينج، يحتاج تقييم للإجراءات اللي قاعدة تصير والتأكد إنها تتم، لأنه لما تعطي الإجراء للباك أب لشخص معين ولا تشيك عليه، أنت في إنساه، يصير أي أو تعطي مانوال أو إرشاد تقول له كذا بالضبط، أو يكون عنده معلومة ناقصة، أو حتى التيبز أو الأدوات المستخدمة للتخزين فاسدة أو هذا. ففي كنترولز في السياسات والإجراءات كلها تتأكد على هذه، يصير عليها أوديتنج اللي تشيك ليست، مي سهلة هل هي موجودة ولا لا. اليوم هذا مو حاصل. لا هذا مشكلة. نعم. طيب، هذا درس مستفاد. هو حاصل في جهات طبعا. إيه؟ جهات موجود فيها، بس في معظم الجهات او اللي لاحظناها الاغلبيه اوديتنج غير موجود. طيب، ايش رايك مثلا كاقتراح ان يكون في لجنه، في جهه مسؤوله في متابعه، يعني اول جيب هالاشياء بس براكتس، انت ما قلت المعايير الافضل الممارسات، ولكن تروح وتشيك وتراجع على الجهات تتاكد ان هي وطبق الكلام ده. هو احنا عملنا في هيئة الخبراء واستصدرنا ضوابط استخدام الحاسبات الآليات. أي. في القطاع الحكومي كانت تتضمن المينيموم ريكويرمنت، اظن حتى في ارشادات في موجودة فيها، وصدر فيها قرار سامي. أوكي. ووزعت على الجهات. الامر ليس من فوق الان. أوكي. الامر على المسؤولين عن الجهات. الامر هم اللي المفروض يرفع تثقيفهم. أوكي. لصرف الوقت والمال والجهد على أمن المعلومات،
والأوديتنج أو مهم جدا جدا وهو ما ينقصنا الآن حاليا. في مع التليفون على الخط وارجع لك الله يحفظك. مع الأستاذ مروان الحدام من مؤسسة النقد العربي السعودي مدير شعبة مخاطر أمن المعلومات. أستاذ مروان مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا اخوي طلعت. ايش سركم من القطاع المصرفي ما شاء الله عليكم نقعد دق على الخشب على ما قالوا لم تتاثروا حقيقه القطاع المصرفي كافه البنوك التجاريه العامه في المملكه سواء بشمعون اثنين او بالفديه. نعم ابشرك احب ان اطمئنك اخوي طلعت واطمئن جميع المشاهدين بان البنوك بحمد الله لم تخترق ولم تسجل اي حاله اختراق هذه الايام الحمد لله. ولدى المؤسسة الشفافية الكافية للتصريح بأي حالات اختراقات لو حدثت وإن شاء الله ما تحدث. بس لابد أن لكم يعني كقطاع مصرفي وقطاع مالية لأنه تتبع لكم أكثر من قطاع يتبع لكم التأمين تتبع لكم شركات التمويل إلى آخره. يعني إيش هي التدابير الأمنية المعلوماتية والأفضل الممارسات زي ما تفضل سعادة المهندس عبد الرحمن اللي بيتبعها القطاع المصرفي بإشراف طبعا معروف مؤسسة النقد العربي السعودي اللي هي ولله الحمد جنبت هذا القطاع من هذه الاختراقات. تفضل. المؤسسة الحقيقة تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه وذلك بمتابعة من الإدارة العليا وعلى رأسهم معالي المحافظ حيث تراقب المؤسسة بشكل مستمر حالة التأهب الأمني لإدارات أمن المعلومات في البنوك وكذلك فرق الاستجابة للحوادث لا قدر الله حيث تقوم المؤسسة لإدارة الإشراف البنكي باختبار هذه الجاهزية بشكل مستمر لدى البنوك وتقييم الجاهزية في البنوك. كما أن المؤسسة أخي طلعت تؤمن بأن واحدة من أنجع الطرق لمواجهة الحوادث هي مشاركة المعلومات عن الاختراقات والمحاولات التي تواجه الجهات والقطاع المصرفي. لذلك وضعت المؤسسة إجراءات واضحة لمشاركة المعلومة بشكل فوري ما بين القطاع المصرفي وكذلك ما بين القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى عن طريق المركز الوطني للأمن الإلكتروني والمركز الإرشادي كذلك. وأحب يعني أتكلم عن دور المؤسسة في مراقبة القطاع المصرفي حيث المؤسسة وضعت متطلبات لأمن المعلومات ابتداء من الحوكمة الجوفرنس إلى تكنيكال ريكويرمنت وجمعت هذه كلها تحت دليل تنظيمي لأمن المعلومات سايبر سيكيورتي فريم ورك حيث يتم اختبار البنوك بين الفئة والأخرى بتطبيقها والالتزام بهذه المعايير ويتم التأكد تطبيق أفضل الممارسات والحلول الأمنية في البنوك. وكما أفهم أستاذ مروان أن البنوك لديها درجات مختلفة ومستويات من الحماية طبعا تزداد صلابة لحساسية المعلومة هذا شيء جميل لكن حقيقة اللي أفهم أيضا أن البنوك لا أقول تنفق لكن تستثمر أموال طائلة في جعل أنظمتها متواكبة مع يعني أفضل ممارسات زي ما حضرتك تفضل تعليقك. نعم صحيح ولهذا دور الإشرافي بتقييم وزيارة البنوك بشكل دوري وتقييم الأنظمة وتحديد مكان الضعف إن وجدت ووضع خطة تصحيحية لزيادة النضج في هذه الجهات التي إن وجد عندها مكان ضعف وكذلك وضعت المؤسسة لتضمن أن مشاركة المعلومة وجميع القطاع البنكي على درجة كافية من النضج أسست المؤسسة لجنة لمدراء أمن المعلومات تجتمع بشكل شهري ولمناقشة مواضيع أمن المعلومات وأهم التطورات والاختراقات التي تحدث وكذلك مناقشة مكامن الضعف إن وجدت وكيف تحسينها ومشاركة معلومات نقاط القوة إذا وجدت في أحد الجهات لنقل الخبرة إلى البنوك الأخرى لأننا نؤمن في المؤسسة أن الشفافية والشفافية في مواضيع أمن المعلومات هي مسؤولية وطنية وليست تنافسية. أثقلت عليك لكن آخر سؤال لك سيدي يعني تداولت وسائل ما يعرف بوسائل الإعلام الجديدة والسوشيال ميديا بعض الرسائل غريبة أنك لا تتعامل مع البنوك لا تدخل على المواقع انتبه تطبيقاتهم ما أدري إيش من هذا الكلام رواتب الموظفين حق الدولة حتتأخر بسبب صرفها بسبب الهجمات كيف الكلام هذا؟
كيف تفسر؟ هذا الكلام غير صحيح البتة. المواقع البنوك وأنظمة البنوك الداخلية لم تتأثر وأشيد بالمشاهدين والمواطنين بأخذ المعلومات من مصادرها وهي مؤسسة النقد التي تشرف على هذه الجهات. ولو كان هناك أي إشكالية لزيارة المواقع أو التعامل مع مواقع البنوك لأعلنت المؤسسة أو أوقفت المؤسسة هذه المواقع، ولكن الوضع مطمئن، الوضع آمن بحمد الله. والبنوك يبدو لي حسب ما فهمت أنها يعني قد وضحت ونشرت بيان حول هذا الموضوع. نعم، تم نشر بيان من توجيه المؤسسة. نعم نعم، من اللجنة الإعلامية المصرفية بإعلان أنه لم يكن هناك أي حالات اختراق بحمد الله. الأستاذ مروان اللحدام من مؤسسة النقد العربي السعودي، شكرا لك سيدي. يعني الله يحييك. واضح يعني مهندس عبد الرحمن انه في اوديتنج زي ما حضرتك تفضلت. نعم. نعم. مراجعه، الزام، مراقبه. صحيح. وطبعا واستثمار كبير في ولجنه امن معلومات على مستوى المؤسسه، ومتابعه ليس مجامل المؤسسه. صحيح. متابعه عن كثب عن طريق الاشراف البنكي. نعم، انا اثني صراحه على ما قاله الاخ. الحقيقة شاركنا حنا في اجتماعات البنوك مع مؤسسة النقد في أمن المعلومات في اجتماعين أو ثلاثة، وحضرنا وشفنا بالضبط يعني إجراء متقدم مو سهل. كنا يعني نتمنى، هدفنا أنه جميع قطاعات الدولة تصل لما وصلت إليها البنوك في سيدة. حدثنا عن التسعة التوصيات الجميلة التي قرأتها. طيب باختصار، أنا عارف أنها طويلة بهذا الشيء التي أنتم صورتوها كمركز وردت. هي الحقيقة لا تحضرني كاملة الآن حاليا، ولكن أهم توصية اللي هو، وهذه يبدو للفرد ترى حتى معني فيها. نعم. على المستوى الشخصي. نعم نعم، يعمل باك أب والأمور هذه بالضبط. نعم، هو أهم شيء الهيومن فاكتور من المنظومة كلها، أو العنصر الإنساني البشري، هو أهم وأضعف نقطة في 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 المنظومة جميعها، وهو دائما السبب في خلل المنظومة كما هو السبب في صلابتها عن طريق المهندسين، وهو يكون السبب في ضعفها وإضعافها. فرفع وعي المستخدم يعتبر تقريبا من أهم التوصيات اللي إحنا كاتبينها. والدليل مهم. والدليل مهم. جدا جدا. والدليل إنه بعض الجهات اللي صار لها إنفكشن أو صار لها إصابة كانت بسبب إنه أحد الأشخاص وصله بريد إلكتروني من المنظومة نفسها وضغط عليه. هو يجي يعني على شكل بريد إلكتروني. يعني ما يجي أتاك كده على الجهاز مباشرة. لا، هو هذا شمعون أو تطبيق. شمعون الهجوم الأخير بشمعون اثنين هذا استخدم فيه عدة وسائل لبذرة. واحد منها اللي هو يسمونه سبير فيشنج أو سبير أتاك، مهاجمة مباشرة لأشخاص. أنا أعرف أنه منظومة، أسوي سوشيال إنجينيرينج أو هندسة اجتماعية، وأعرف أن منظومتك ضعيفة من الناحية هذه، أرسل للموظفين حقينك رسائل تقول أنه مثلا في وظائف، اضغط على الوصلة الموجودة في البريد والوصلة تنزل الفيروس عنده وهو يسوي إنفكشن. العنصر البشري مهم جدا جدا، لذلك بعض الجهات للأسف تستخسر في تكلفة رفع وعيه وتدفع الضريبة بشكل يعني مو سهل. الآن الأمر الثاني وجود السياسات والإجراءات الواضحة والمتبعة، يعني كلمة وجودها ووضعها في الأدراج ما ينفع نهائيا. كان كوزير مغزى. نعم صحيح. أحسن شيء الثالث التأكد من رقع أو 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 يعني أبديتنج جميع الأجهزة عندك بما فيها الفيروس، سكانرز تحديث أحسن تحديثات، تطبيق التحديثات والرقع للفيروس سكانرز للأوبريتنج سيستم أو لأنظمة التشغيل لجميع الأجهزة اللي موجودة عندك أو أجزاء المنظومة الموجودة عندك. يجب وجوب تام أنك تتأكد أنها محدثة إلى آخر وضع بما فيها يعني مكافحة الفيروسات.
وفيه باقي نكمل هذه بس في تليفون على الخط. وهذا حقيقة يمكن يقودني إلى السؤال عفوا، إنه ما مدى حقيقة في الأسواق، أسواقنا اليوم ها النسخ التقليد المقلدة والتجارية والأمور هذه كلها اللي قد لا سمح الله تكون ملوثة بالفيروس، كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ معي الأستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مرحبا أستاذ خالد. هلا مساء الخير أستاذ طلعت، مساء الخير للضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أولا سلامات ما تروا بأس إن شاء الله. هي الحمد لله جت بسيطة. لو يعني تحدثنا عن الموضوع طول العمر. والله احنا أعلننا في وقتها أنه كان تعرضنا لهجوم إلكتروني عبر فيروس، ومن البداية احنا في تنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، وحقيقة الحمد لله يعني تم احتواء انتشار الفيروس واتخذنا كل الإجراءات اللي تضمن عدم الوصول إلى قواعد بيانات العملاء وقواعد البيانات عموما اللي عندنا. اللي حصل من الأضرار صارت الأجهزة الطرفية فقط، ويعني اليوم رجعت الخدمات تدريجية. احنا ما حبينا على طول يعني نطلق الخدمات حتى نتأكد بجانب احترازي عالي جدا بالتنسيق زي ما ذكرت لك مع المركز الوطني، وستعاود الخدمات يعني كافة الخدمات. الآن بدأنا في الخدمات اليوم رجعت، بس إن نحاول زي ما ذكرت لك نأخذ جوانب احترازية، وما زالت يعني بعض الأجهزة طبعا فيها ضرر أجهزة طرفية، ولكن قواعد البيانات الحمد لله كلها سليمة. وإنتوا جاكم شمعون اثنين ولا الفدية؟ لا لا شيمون مش اسمه هذا شيمون اثنين شيمون اثنين ما هو الفدية يعني لا 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 أي طيب يعني أستاذ خالد المهم الآن في الموضوع ما هي الدروس المستفادة؟ يعني أنا متأكد أن الوزارة صح أنه الضرر إن شاء الله بسيط ومارجنال وهامشي وما هو عميق، لكن إيش الدروس المستفادة؟ والله حنا طبعا لما تقدم مثل الخدمات العالية والعملاء وعندنا عملاء عدد كبير جدا، وعندنا موظفين، أنت أمام خيارين، أما أنك مثلا تشدد في الرقابة فبالتالي تخشى أنه يكون أيضا على حساب الخدمة المقدمة، فبالتالي إحنا نحاول نسوي عملية توازن ما بين أننا نحاول يعني نوعي الموظفين ونفس الوقت أنها يعني نجود نسبة الأمان. طبعا احنا اخذنا يعني كل النسخ الاحتياطيه موجوده حتى لا تستخدم، وايضا احنا دائما عندنا توعيه الجهاز على الجهاز اجهزه الموظفين، دائما كل ما يتعلق بالبرامج التوعويه تطلع على شاشه الموظفين انهم ينتبهون للشيء هذا. بس زي ما ذكرت لك ما نستطيع نضع قيود عاليه جدا حتى لا يكون هناك معيق للعمل. اي بالضبط يكون معيق للعمل، واحنا عندنا يعني عملاء عددهم كبير جدا، تتحدث عن يمكن ملايين من الاشخاص اللي نتعامل معهم، فبالتالي نحاول يعني لا نعطل العمل بدرجه عاليه ولا نحاول يعني نسمح بدخول فيروسات او غيرها. استاذ خالد ابو الخيل على كل حال الف سلامه ان شاء الله، وان شاء الله تعود الموقع والامور كلها على ما كانت عليه. المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شكرا لك سيدي. تعليق؟ هو الحقيقة يعني الكلام اللي قاله أحيانا صحيح، لأنه أحيانا بعض الجهات يعني يقول لك طلعت لا نعقد الأمور وبعدين نعقدها على الناس، هو بعض الجهات تضطر إلى أنها تعمل تريد أوف أو موازنة بين خسائرها بسبب تطبيق سياسات شديدة وإجراءات شديدة لأمن المعلومات وخسائرها فيما لو حدث حوادث. طيب انا باقي على دقيقه نختم دقيقه لك كلمه اخيره والله الدروس المستفاده ايش ممكن نعمله؟ انا حقيقه اتمنى انه يفعل بكل بساطه الاوديتنج في المملكه العربيه السعوديه، مهم جدا، وانا اتمنى ان يكون في جهه مسؤوله عن هالمعايير، ونتمنى ايضا يكون ما موجود بالايزو او الجوده شهاده الجوده كما هو الواقع في السلع والخدمات. نعم. شكرا لك سيدي المهندس عبد الرحمن الفريح مدير عام المركز الارشادي الوطني لامن المعلومات، والله اسم طويل بغالكم يعني كما شاهدنا حقيقه يعني فعلا حصل بعض الهجمات على الجهات من القطاع العام الأجهزة الحكومية كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها وبعض الشركات، لكن على أي حال الحمد لله كانت الأضرار هامشية وليست عميقة، لكن هناك دروس مستفادة، يجب أن يكون هناك لجنة برنامج جهة تشرف على جميع القطاع الخاص والعام، تتأكد من تطبيق المعايير وأوديتنج زي ما قال في نفس الجهة،
وأيضا التثقيف والتوعية. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.